أكثر من 50,000 من المسافرين يمرون عبر مطار الكويت يومياً، الذي يعمل متجاوزاً بكثير طاقته الاستيعابية، ما يشكل عبئاً أمنياً على السلطات. ولمواكبة هذا التحدي الذي يتزامن مع وضع إقليمي ملتهب، عززت الأجهزة الأمنية أعداد أفرادها بالمئات، كما اتخذت إجراءات جديدة للتفتيش مستعينة بأجهزة متطورة وشركة أمنية متخصصة. مطار دولة الكويت طبعاً يتبع الأحداث العالمية اللي قاعد تصير على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. تم تكثيف العناصر البشرية، كذلك تطوير الأجهزة اللوجستية الخاصة بتأمين المطارات. احنا الحمد لله الآن وصلنا إلى يعني المستوى العالمي في تأمين المطارات. وتهدف التعزيزات الأمنية الجديدة أيضا لمواجهة موسم سفر استثنائي. موسم الصيف هذا راح يكون متزامن مع شهر رمضان الفضيل، مع الإجازة الصيفية، اصطياف المواطنين، كذلك سفر المدرسين. وتحاول الأجهزة الأمنية التوفيق بين توفير أمن حازم وأجواء مفتوحة، فكثفت من إجراءاتها الاحترازية والوقائية في الوقت الذي حافظت فيه على سلاسة إجراءات السفر. وقد استعانت الأجهزة الأمنية بشركة أمنية بريطانية متخصصة في أمن المطارات، يعمل أفرادها تحت الإشراف المباشر لرجال الأمن الكويتيين. تم تعزيز المطار بقوة كافية سواء من رجال الأمن أو من الشركة الأمنية. بعض البوابات يتم استلامها من قبل الشركة الأمنية بس ما شايفين خلفنا حاليا، والشركة الأمنية حتى وقت عملهم كنت تحت إشراف وزارة الداخلية. في بوابات تم باستلام وزارة الداخلية كاملة. تم وضع العدد الكافي والمطلوب بالنسبة للإجراءات الأمنية متعارف عليها دوليا. وتساهم الإجراءات الجديدة في إيفاء المعايير الدولية لأمن وسلامة المطارات، ليصبح مطار الكويت حسب خبراء أحد أكثر المطارات أمنا في العالم. التعزيزات الأخيرة في مطار الكويت تهدف لتأمين هذا المرفق الحيوي ورفع الجهوزية وتوفير الحماية على أكمل وجه. سعد العنزي، إسكانس عربية، الكويت.